السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله أعلم جيدا أنك ستبذلين جهودا كبيرة تشرف التونسيات والتونسيين. أعلم جيدا أن هناك من عطل إنشاء هذا الصنف من الشركات الأهلية، ومن يفكر في تعطيل إنشاء أي شركة أهلية لأنها تخلق ثروة. عطلوها ليتركوا اللوبيات تعبث بالأراضي، أراضي الدولة. عطلوها، من يعطلك ولو بإجراء أو تمطيط أو تمديد إلى آخر ذلك، فلا تترددي فعلا. وأنها إن شاء الله لثورة حتى النصر إن شاء الله.